مكملين اكيد باخر فقره من صباحنا غير. اكيد زينب وصلنا لفقرتنا المميزه مع صبيه مميزه. أكيد هي الفقرة رح نروح فيها لمساحة من الإبداع والبصمة السورية بالتميز. بعمرها الصغير أثبتت نفسها وبقدراتها قدرت تلفت نظر مشان تدعي السفارة الروسية لتمضي رحلة بروسيا لمدة شهر. أكيد زينب عم نحكي عن الطفلة لبنى العلي اللي حصلت على المرتبة الأولى بالقنيطرة لمرحلة التعليم الأساسي. صباح الخير لبنى، محظوظين اليوم إنك ضيفتنا اليوم. إيه أكيد أنا كمان. صباح الخير يا لبنى، وبرافو عليكي مبروك انه كمان على هالدعوه وانك رحتي على روسيا. بدي احكي انه كيف اخترتي اللغه الروسيه وكيف بديتي فيها وحسيتي في صعوبه؟ لا هلا اول شيء نحن عنا بالمدرسه خيروني انه انجليزي وروسي او انجليزي وفرنسي. انا حبيت اختار الروسي، حسيتها لغه جديده وحبيت اختارها. يعني لبنى عم نحكي عن لغة جديدة، دائما نحن حتى على وقتنا كان دائما نعرف انجليزي فرنسي انجليزي فرنسي. سبب اختيارك انه هي فعلا لغة جديدة مثل ما حكيتي، لكن اللي خلاكي تتطوري وتوصلي لهي المرحلة انه يتم دعوتك من روسيا بشكل تحديد لإلك، انه شو اللي خلاكي تتطوري بهذا المجال هيك؟ هلا اكيد انا من قبل انه كنت حابة، يعني كنت حابة اتعلم لهي اللغة وتعلمتها والحمد لله نجحت فيها. كيف اتصلت فيك السفارة الروسية وشو حسيتي لما هيك اجاكي الخبر انك اندعيتي؟ هلا اول شيء كثير كثير انبسطت لانه يعني انه شو قالوا لك؟ حكت معي انا مديرة المدرسة تبعي وقالت لي انه من الوزارة حكوا معنا وبعتينك رحلة على روسيا لمدة شهر. شو حسيتي؟ شو كان شعورك؟ كثير انبسطت. طيب خلينا نحكي اليوم انه كثير من الاشخاص لبنى يمكن بعمرك اصغر شوي او حتى اكبر بيميلوا دائما ليتعلموا لغات ثانيه، فمن خلال هي التجربه اللي انت مشيتي فيها يعني شو حسيت انه بتضيفي هي انك تتعلمي لغه ثانيه غير لغتك الام؟ هلا اللغه الثانيه يعني كثير حلوه انه اذا حدا بيتعلمها وبيتقنها، واكيد انه اي حدا رح يجتهد رح يلاقي نتيجه. لقيتي كثير فيها صعوبه او لا؟ قدرتي تجتازيها فعلا بسرعة؟ هلا أول شيء صعوبة شوي بس وقت تعودت عليها لا تمام. طب شو بتقولي لأهلك ولرفقاتك اللي عم بيشوفوك هلا بروسيا؟ شو بتصفحي على المشاهدين كمان؟ هلا بقول لهم دوبري أوترا، رح أحكي بالروسي شوي، يا أوتشن لوبلو روسكي يازيك، يا أوتشن لوبلو مايا بادروغا. ترجمي. انه انا بحب اللغة الروسية كتير وبحب رفقاتي. كمان خلينا نحكي عن تجربتك، كيف قدرتي يمكن تنقليها لرفقاتك المحيطين فيكي، حتى يمكن لرفقاتك اللي ما اختاروا اللغة الروسية اختاروا لغة تانية، فكيف قدرتي يمكن تحمسيهم انه لا كمان اللغة الروسية هي لغة مميزة ويمكن فيها من السهولة انه تقدر انت تتعلمها بفترة زمنية وتتقنها فعلا؟ هلا رفقاتي في منهم كانوا معي روسي بس اول فتره ما حبوا اللغه الروسيه فقلبوا على الفرنسي. هلا انه مثل ندموا يعني انه لو طوروا فيها ويعني نجحوا فيها كان مش حالهم. حبك للغه الروسيه ويعني انه تعلقك فيها هلا خلاكي تعرفي على ثقافه روسيا ان كان خلال الاغاني الافلام القصيره الافلام الكرتون حتى لعمرك؟ لا اغاني اكثر شيء كنت تفهمي اياك ساعدتك بانك تطوري اللغه؟ بلا بس في كم شغله انه يعني ما بعرف ترجم كثير منيح يعني بس ما تمام هلا حاليا. غير اللغة الروسية خبرينا لبنى شو هي اللغات اللي بتحبيها او بتحبي فعلا انك تتعلميها وتتقنيها مثل هي اللغة؟ هلا بحب الانجليزي كتير والروسي هلا وفي الاسباني حابه اتعلمه. حلو. تعدد اللغات يا لبنى هو شيء كتير منيح، شو بتخططي للمستقبل تكوني؟ شو حابه تصيري؟ هلا بالمستقبل حابه ادخل ادب روسي واكمل دراستي برا. تكملي فيها للغة الروسية يعني. حبيتيها أكثر شيء. طيب لما خلينا نستبق شوي الأحداث زينب ونحكي عن الرحلة اللي بتقوم فيها لبنى، بدك تطلعي على روسيا، قد إيه يمكن حابة مو بس تتعرفي على ثقافة جديدة يمكن حتى تنقلي شيء من الثقافة السورية وشيء من الحياة السورية اللي يمكن تعلمتي وشفتي لبنى، فإنه بتتعرفي وبتعرفي كمان بحضارة بلدك. هي اكيد انا يعني رايحه لهونيك لحتى انه يعني ورجي تفوقي للعالم ونجاحي هونيك.
طب شو بتقولي باللغة الروسية للجيش العربي السوري واللي عم يحمينا طبعا واللي هو بوصلة الأمان بكل سوريا، شو بتقولي له؟ بقول لهم سباسيبا، انه يعني شكرا كثير لهم، و يا لبلوتيكا. شو يعني؟ يعني بحبهم كثير. ايه اكيد اكيد. كمان نحن بدنا نضم صوتنا على صوتك وباللغه السوريه، خلينا نقول باللهجه السوريه كمان باللغه العربيه، ولكن كمان ما فينا نحن ننكر ابدا دور الاهل اللي هن دائما لهم بصمه مميزه بكل شيء. اهلك قديش شجعوكي؟ وهل استغربوا الفكره بالبدايه او انه نصحوك انه لا خلص المعطيات انجليزي فرنسي مثل ما الكل بيعرف؟ لا، انه شجعوكي، اهتموا فيك، يمكن دورات، خبرينا اكثر. هلا اول شيء يعني وقت انه بدي اختار انا بين الفرنسي والروسي، هن تركوني على رياحتي انه يا انجليزي وروسي او انجليزي وفرنسي. ايه بقى انا اخترت الروسي، حابه اجرب. ساعدوكي ممكن دورات، ممكن جابوا لك افلام، ممكن قالوا لك؟ لا، بس في ابن خالتي انا بيدرس ادب روسي، هو كان يساعدني. هلا هو بموسكو رايح لعنده. بوجه له تحية. أكيد. من خلال الرحلة اللي حتقومي فيها إن شاء الله هيك وترجعي بخير وسلامة، شو حابة تتعرفي أكثر شيء؟ شو الشيء اللي بيلفتك بالأخبار أو بالثقافة الروسية حابة تروحي تزوري؟ الساحة الحمراء هناك أكثر شيء حابة، والكريملين هناك كمان. أكيد. يعني لبنى صبية لطيفة ومميزة، وفعلا بهذا التفوق بدنا كتير نتشكر وجودك معنا لليوم. كنا كتير مبسوطين فيكي، نتمنى لك رحلة كتير حلوة وتحققي أعلى درجات التفوق والتميز، مو بس بالروسي وبكل المجالات. شكرا لك. شكرا كتير لكم. إن شاء الله هيك بتكون رحلة موفقة لك يا لبنى، وبتتعرفي على الثقافة الروسية وبتعرفين أيضا على الثقافة السورية، وأنه هالبنت السورية المميزة عم تمثل بلدها أيضا من خلال إتقانها للغات. شكرا لوجودك. شكرا كثير لكم. شكرا لك. اكيد فرح، وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. رح نبقى على الموعد كل يوم الصبح الساعه 9، فبقوا معنا اكيد كل يوم الصبح، ولكن اللي بيحب يبقى على اطلاع باخر الاحداث والمسجدات ابو برفقه شاشه الاخباريه السوريه عبر تغطيتها المستمره على مدار اليوم. تبقوا بخير، وايضا تحيتنا موصوله لرجال الله بالميدان، واكيد باي باي. بتمنى لك جمعة مباركة أكيد زينب، وبقية نهار ممتع. ختامنا رح يبقى بيحمل معكم الأمل بوجودكم وصمودكم أبطالنا بالجيش العربي السوري. لكن يلي عنده فكرة، موضوع أو اقتراح حابب يشاركنا فيه ابقوا على تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تمنياتنا لكم أنكم تبقوا بألف خير. باي باي.